بدكم تشتركوا بجيف اواي نارين برمضان هلا، تابعوا الفيديو للاخر لحتى توصلوا للجيف اواي. هاي حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم عم بلش الفيديو بمكان ودولة جديدة. هالدولة بعمري ما كنت فيها من قبل، قريت له جاي عليها 100,000 مرة، يعني من أجمل 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 المكائن أماكن مكائن الأماكن اللي أنا زرتها من قبل. أنا اليوم ببيروت. واو، يعني عم أحكي معكم عن الكاميرا، بس في ورا الكاميرا فيو مو طبيعية. شو حلوة، حفرجيكم إياها هلا. anyways، فيديو اليوم قررت أعمل شيء ولا مرة عملته من قبل. قررت اني اليوم يكون حدا مزيف لمدة يوم كامل. السؤال اللي حعمله هو اني مجهزة حالي، حاطلع برا الاوتيل، في مثل محلات بيبيعوا ماركات تقليدية فالنسخة المزيفة منها، وحالبس ستايل وكل شيء كامل من هاي الماركات. حفتلكن معي ببيروت وحنعمل اشياء بتجنن، وحنشوف شو ممكن تكون ردة فعل العالم وقت تشوفني كتير مهتمة بالماركات ولابسة هالقد لبس. anyways، قبل ما بلش الفيديو بدي اقول حبايبي حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة. حاليا خلونا نبلش بالفيديو. اوكي، حافتح الباب. ترى او ماي جاد، يعني ليك وجمال بيروت شو حلو. او ماي جاد، احنا موجودين على اعلى الجبل، البحر قدامنا، هون في مسبح الاوتيل، يعني ما بتتخيل الفيو عن جد شو حلوه. سو اكيد كلكم عم تتساءلوا انا هون مع مين وشو عم اعمل بلبنان. جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. معنا هون اسوان. هلا، كيفكم؟ هاي ثاني ثالث رابع مرة اسوان بيطلع معنا بالفلوجات. نحن موجودين بلبنان، حنكون بالفعل لمدة يوم او يومين، عنا كتب كتاب رفيقتنا وجايين لحتى نحضر الحفلة. الحفلة حتكون كتير خاصة، للأسف ما حنقدر نصورها أبدا، كان بودي إني صور الحفلة لأنه بتعرفوا الفيو هون بالعادة بيعملوها بتجنن بالأعراس، أنه ما حنقدر نصور شيء هون بالعرس، فقررنا إنه نعمل فلوج اليوم. حاليا وصلنا على المكان اللي ببيع أشياء فيك. أتوقع بخلونا نصور. رح نجرب. أوكي، حنحاول نصور، أوكي؟ يلا. وصلنا على المكان، اخترت أشياء بتجنن، اخترت 2 outfits. أول outfit واللي هو أحلى واحد حسيته حيلبق لي كتير، هذا البنطلون من شانيل، وثاني قطعة اللي هي البلوزة كمان، يعني أوف كورس أنا ما بلبس غير شانيل. والبلوزة كمان هي من شانيل. ثاني شيء عم فكر بجوتشي، بس ما كتير حابة اللون. كمان في إيدها البانز، والشي اللي بجنن ويت. خليني البس واطلع. اوكي يلا. جوتشي جان، جوتشي جان. طيب هذا هو اول اوتفيت، حلو بس اللون ما كتير. بالعكس اللون حلو عليك والله. رابع مع عدساتي. سو هاي هي اول اوتفيت لليوم، حروح جرب الاوتفيت الثاني لانه هداك لبقت له شنتاي، نظارات، شوز، متاكده حيطلع احلى. جرب يلا. مدام كوكو شانيل بليز، يعني احلى من هيك ما في. احلى اوتفيت بتوقع هذا، احلى من اللي قبله. احلى اوتفيت قاعد حتشوفوني لابستهم كثير، بعتذر عن هالشيء يعني. ليكو شو كيوت. كثير حبيت النظارات ولون الشنتاي بالجنن. كتبوا لي لحد بالكومنتات شو رايكم بهاللوك، شو اسمه نخته. يلا احلى اوتفيت. يلا حنكمل اليوم بهاللبس على فكره. يعني اذا اي حدا بيشوفني بالشارع حيقول هي مجنونه. والله كثير كلاسيك، كثير كلاسيك. اشتري الاصلي بس ما
الله خلينا هلا البوجه هلا ما في بادجت شهر اللي جاي يمكن ان شاء الله لانه خايفه اترك شنطتي بالسياره مضطره احمل الشنطتين بالفعل هي مبينه اغلى من الاصليه نفسها ليك هي الاصليه وهي الفيك بس هي شكلها والكواليتي وهالقصص مبينه اغلى على فكره المهم شو جينا نعمل حاليا جينا ناكل بهالمكان واو فمثل ما شايفين شرت العدسات لانه كان في مشروع لهيك كنت لابسه عدسات جينا ناكل بمكان على جبل كتير عالي واو اكل لبناني احلى اكل انا صدقت في عندي مشكله كبيره انا شو الشوز ماني مرتاحه فيهم ابدا كل ما امشي ليك شو الجراب وينه لقيت حدا على الشارع لا هو ما كان معزوم على العرس بس انه بتعرف هذا الشخص اللي بيعزم حاله لحاله دايما هيك في واحد بالجروب ماو they didn't ما عزموك على العرس how do you come what do you mean I'm fake I'm not even here so انت فيك يعني انت مالك موجود اذا حدا ما عزمك على مكان they if they didn't invite you why did you come to their wedding my friend wow my it's friend. His friend this one is my friend okay. مش فرندي يعني مش فرندي this one مش لألك مش لألي this one متى كلا جابوا لي اياها لإلي يعني هاي لإلك اوكي مو فلوجز بس هي وهي شو كل شيء وهي لإلي لمين هدون فؤاد؟ حبايبي هون بالمطعم فؤاد شاب بجنن جاب لنا مثل ديزرت عليها علامة اليوتيوب ونارينز ومو فلوجز وانت شو؟ عندي بانكيك انا بس حبايبي بتفاجئ انه فؤاد عنده قناة على اليوتيوب هون اسم قناته لفؤاد روحوا واشتركوا فيها انت شو مكانك من الاعراب اسوان؟ انا نارين وهو مو انت شو يعني؟ انا ما اكلت شيء والله اوه ما شاء الله سو حاليا وصلت على الاوتيل مو واسوان راحوا على بيت اسوان لانه اسوان عنده بيت هون راحوا هنن حيرتبوا اغراضهم حيرتب اغراضي انا هون حنطلع على المطار لانه طيارتنا لدبي بعد تقريبا 3 ساعات كثير متاخرين بس قبل ما نروح عبالي بس فرجيكم شو اشتريت وقديه كول الشغلات اللي عطوني اياها سو اول شيء البوكسز مبينين اصليات هدلون هنين الشوز اللي اخذتهم من شانيل يعني هاي هي الشوز ليميتد اديشن شانيل خصوصي عملوا لي اياها لالي مثل ما شايفين هون كمان نفس الشيء بيجي في لها كيس احلى 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 شيء هن النظارات سو بيجوا فيهم مثل صندوق للنظارات ترى ليكوا النظارات شو حلوين بصراحه ضلتني لابستهم طول اليوم ليك شو حلوين يعني واو هدول حضلني لابستهم لانهم بالفعل بجننوا عبالي بس احكي نقطه معينه بصراحه ما بعرف ليه كثير ناس بتعطي فرق او بتعمل فرق بين الاشياء الفيك والريل وعالم بتحاول قدر المستطاع تفرجي انه انا عندي هاي الماركه وهي الماركه برايي كلياته نفس الشيء ما في فرق بين القطعه الاصليه والقطعه الفيك والقطعه الغاليه والرخيصه بصراحه انا كثير مرتاحه باللبس اللي اشتريته اليوم ماله غالي وصح الماركه هي تقليديه بس صدقوني نفس الشعور اني اشتري القطعه اللي هي هي بيكون حقها 3000 دولار نفس الشيء ما بدي كذب عليكم واقول لكم انه الشنطاي هي ما بتختلف عن الشنطاي الاصليه بس هي الشنطاي كمان كثير حلوه هي الشنطاي الاصليه كتير غالية تقريبا بيجي حقها 6000 دولار وكمان من لوي فيتون بس لإلي نارينز بيوتي ما في منه غير قطعة واحدة بالعالم ميداليت مفاتيح طبعا شكله كتير حلو حاستخدمه كتير هاللون anyways كتير متأخرة صار وقت انه نطلع على المطار لانه كتير 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 متأخرين سو حبايبي وصلت على المطار الحمد لله وصلت على الوقت لابسة
لابسه البيجاما وقصص كلياتها. بس في شيء صار بالمطعم اللي هو لعبنا ورق واسوان خسر. الشرط كان اذا اسوان بيخسر حيشتري لي ميك اب بمبلغ $150. حاليا ما عم شوف اسوان وين اختفى. اسوان ماله موجود ابدا. وير از هي؟ اخترت الميك اب لحد وحاخذ شيء من بنفيت كلينيك كثير براندز يعني ما حنعمل منشن. انت وحظ تشيك يا بلاك يا فونديشن. عم جرب فونديشن شامل. You're excited ما شاء الله. Woo woo. $67. أيوة. Over budget. $177. $176. Thank you. I'm never playing Uno again. أنا عطول بدنا نلعب Uno. I like this game. يعني على الطيارة وما في خصوصية. كريسو. Privacy شوي. بدنا خصوصية شوي. Huh? We need. It's okay. Safe trip guys. Okay, وصلنا هلا لل giveaway. حفرجيكم هلا الاغراض اللي يلي فيها. اول شيء فيكم تربحوا هو هذا عطر وبادي لوشن من Victoria's Secret. قلنا رين حتكتب لكم from نارين to البنت. وكمان فيكم تربحوا هاي من لانكوم بتعتنوا بعينكم. هاي مزيل مكياج للعين وهي مسكرة وهي كحل وهي مثل كريم ترطيب اعتقد. اخر قطعتين هن الميك اب من هدى بيوتي. انا شخصيا بحب كثير هدى بيوتي. طيب هون عندكم لوس باودر وكمان هاي الحمرة كثير 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 حلو لونها عن جد كثير حلوه. سو يا هدول انا كانوا كل الاغراض. اذا بدكم تشتركوا بالجيف اواي سو اشتركوا بالقناه وكمان حطوا لايك للفيديو واكتبوا تحت تعليق وانا ونارين حنقي الفائزه وحتعرفوها بالفيديو الجاي. باي.